حلو الاسم بتاعه على فكرة. اهو تمام. طيب هنوقف المزيكا وهنتفرج بقى الفيديو مع بعض بالانجليزي اخيرا. بلازما جلوب فروغ. اوكي طبعا ايونو زي ما انتوا فاكرين هي ستريمر زي حالتنا، فلازم ايه تبدأ بالانترو بتاعتها زي ما انا بعمل معاكم كده. ايه انا بروفيسور بابع من قناة بوكيمونيان. ماشي خدت بالكم الحوار ده يا جماعة. بصوا I don't know ايونو if you remember from last time I see what you did there Pokemon Company. اوكي عملت ساندويتش قبل ما تبدأ الستريم بتاعها. مواصفات اللي عطتها لنا ما عرفت وينها، بس التمدد اللي شفته بالظبط. Who's Iono's partner? Iono. يبقى هي Iono مش Iono، لأن بتقول I don't know. هي Iono. A stream for me is low quality. I can't see the subtitles. لا بس احنا الستريم عندنا مظبوط يا مصطفى، سامحني. طبعا بتقول ان الفيوز عندها ضربت في السقف بعد ما هي عملت الكليك بيت الفظيع بتاع الفيديو اللي فات. اوكي الناس خمنت بيكاتشو، قالت ايه لا ده مش سكويشي كفايه، وبعدين كروغانك. اوكي فهي بتقول ان هو شبه كروغانك شويه. اوكي بص هو هنا بيحاول يخترق الشاشه ويطلع يبوظ لها الستريم بتاعها. البوكيمون ده شكله لذيذ فعلا، ف هتشوف هي ايه عماله بتحاول تطول. open these eyes wide. اوكي big reveal اخيرا هنشوف بالي بولت بقى المفروض يطلع اهو. The cutest, the reliablest. بالي بولت. اوكي طبعا ما حدش فينا خمن صح، يعني انا كان نفسي انه تخميني يبقى في محله، بس يلا. Save the scene in your brain spaces forever. هو فعلا يعني مطاطي اكتر من فايدو بكتير، يعني مطاطي اكتر بكتير. اوكي بس هو مش كيوت بصراحة، يعني ما حدش يزعل مني. هو بقى لما تمدد هنا ام ايه عمل الشحنات الكهربائية بتاعته. And so the correct answer was belly bolt. اوكي فيعني احنا شفنا كده اخيرا يا جماعة البوكيمون الجديد ده، ويعني انا متحمس اشوف الستاتس بتاعته. يعني على حسب الستاتس بتاعته هنعرف هنستخدمه في فرقتنا ولا لا. عندنا ضفادع كتير قوي في عالم البوكيمون، يعني ما كنتش قادر اشوف ضفدع جديد، بس ما علينا ما علينا. انا بكره ايونو وانا كمان والله يا مصطفى. مش عارف اقول لك ايه يا مصطفى، يعني اتفق معاك يا حبيبي والله. الف روج، ذا الف روج بوكيمون. اوكي electricity is then charged from the two bumps on either side of its head that resemble eyeballs. وهي دي كل الاخبار حاليا. بالي بولت اهو يا جماعه، برضو electric type مفيش اكتر من كده عارفينه. خلاص مش ايونو بيست بوكيمون نيو كاركتر. في من دلوقتي انقسام ما بين المتفرجين على رأيهم في ايونو، فقولوا لنا رأيكم يا جماعة في الكومنتس عن ايونو. وبما ان انا هحول الفيديو ده او الستريم ده لفيديو على قناة يوتيوب، هختم الستريم والفيديو بتاعي دلوقتي، وهشكركم جدا على حسن متابعتكم. ولحد ما يجيلنا اي اخبار جديدة من شركة بوكيمون خلوا بالكم على نفسكم. انا كنت بروفيسور بيبعم من قناة بوكيمونيان، هشوفكم على خير ان شاء الله، وسلام.